السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سوف ندخل في درس للصف الرابع لمادة اللغة العربية، طبعا هنا درس القراءة. أتمنى من جميع الطلاب أن يركزوا مع المعلمة لقراءة الدرس. مها والعصافير، مها والعصافير، مها والعصافير. لما أشرقت الشمس حطت ثلاثة عصافير على حافة شباك مفتوح. أعيد قراءتها مرة أخرى. لما أشرقت الشمس حطت ثلاثة عصافير على حافة شباك مفتوح ونظرت إلى داخل الغرفة حيث مها البنت الصغيرة نائمة على السرير. صاح العصفور الأول بدهشة، مها لا تزال نائمة وقد حان وقت ذهابها إلى المدرسة، إلى مدرستها. أعيد قراءة الفقرة. لما أشرقت الشمس حطت ثلاثة عصافير إلى حافة شباك مفتوح ونظرت إلى داخل الغرفة حيث مها البنت الصغيرة نائمة على السرير. صاح العصفور الأول بدهشة، مها لا تزال نائمة وقد حان وقت ذهابها إلى مدرستها. قال العصفور الثاني: يجب أن تستيقظ الآن وإلا تأخرت. وقال العصفور الثالث: يجب أن نحاول إيقاظها. وغردت العصافير الثلاثة أروع تغاريد ولكن مها ظلت مستسلمة للنوم. نعيد قراءة الفقرة مرة أخرى من العنوان: مها والعصافير. لما أشرقت الشمس حطت ثلاثة عصافير على حافة شباك مفتوح ونظرت إلى داخل الغرفة حيث مها البنت الصغيرة نائمة على السرير. صاح العصفور الأول بدهشة، مها لا تزال نائمة وقد حان وقت ذهابها إلى مدرستها. قال العصفور الثاني: يجب أن تستيقظ الآن وإلا تأخرت. وقال العصفور الثالث: يجب أن نحاول إيقاظها. وغردت العصافير الثلاثة أروع تغاريد ولكن مها ظلت مستسلمة للنوم. والآن ننتقل للصفحة الثانية للقراءة. ح
تحارت العصافير الثلاثة وتصايحت: لن نحب هذه البنت الكسلى. في تلك اللحظة أفاقت مها من نومها، فقالت لها العصافير: نحن لا نحبك. قالت مها مدهوشة: لماذا؟ قالت العصافير: أنت بنت كسلى وقد تأخرت عن مدرستك. ضحكت مها وقالت للعصافير: أنا في عطلة وفي الإجازة لا أذهب إلى المدرسة. تبادلت العصافير نظرات الدهشة وخجلت لأنها أخطأت، فغنت لمها أجمل ما تحفظ من أغاريد. أعيد قراءة القصة مرة أخرى. حارت العصافير الثلاثة وتصايحت: نحن لن نحبك، نحن لن نحب هذه البنت الكسلى. في تلك اللحظة أفاقت مها من نومها، فقالت لها العصافير: نحن لا نحبك. قالت مها مدهوشة: لماذا؟ قالت العصافير: أنت بنت كسلى وقد تأخرت عن مدرستك. ضحكت مها وقالت للعصافير: أنا في عطلة وفي الإجازة لا أذهب إلى المدرسة. تبادلت العصافير نظرات الدهشة وخجلت لأنها أخطأت، فغنت لمها أجمل ما تحفظ من أغاريد. هذه هي فقرة القراءة، والآن ننتقل مباشرة إلى فقرة الأسئلة. ننتقل إلى فقرة الأسئلة. في السؤال الأول: ماذا فعلت العصافير لتوقظ مها؟ أولاً، فصاح العصفور الأول لأنها لا زالت نائمة. هنا فصاح العصفور الأول أنها لا تزال نائمة، والثاني والثالث قالوا: يجب أن تستيقظ. فغردوا لها. هذه هي الإجابة. السؤال الثاني: أحاكي التعبير الآتي: يجب أن تستيقظ الآن وإلا تأخرت. هنا تكون الإجابة: يجب أن تذاكر الآن وإلا رسبت. في السؤال الثالث: قالت العصافير مها بنت كسلى، فهل تستحق ذلك الوصف ولماذا؟ طبعا لا تستحق ذلك، لأنها في عطلة. ماذا تفعل إذا أخطأت في حق غيرك؟ طبعا هنا أعتذر له عن ذلك وأصحح
الخطأ؟ هذه هي الإجابات. ماذا فعل في السؤال الأول؟ ماذا فعلت العصافير لتوقظ مها؟ فصاح العصفور الأول: إنها لا تزال نائمة. والثاني والثالث قالوا: يجب أن تستيقظ، فغردوا لها. في السؤال الثاني أحاكي التعبير الآتي: يجب أن تستيقظ الآن وإلا تأخرت، يجب أن تذاكر الآن وإلا رسبت. في السؤال الثالث قالت العصافير مها بنت كسلة، هل تستحق مها هذا الوصف ولماذا؟ طبعا لا تستحق ذلك لأنها في عطلة. ماذا تفعل إذا فعلت خطأ في حق غيرك؟ أعتذر له عن ذلك وأصحح خطأي. والآن ننتقل للصفحة التي تليها. عندنا هذه الصفحة. في السؤال الخامس أعود إلى النص وأستخرج أسماء وحروفا وأفعالا ثم أكتبها. عندنا في السؤال الأول عندنا أسماء هي الشمس، ثلاثة، عصافير، الغرفة، ومها. أيضا عندنا حروف: على، إلى، لا، لن، أن. وأيضا عندنا أفعال: أشرقت، حطت، نظرات، نظرت. نظرت، قال، حان. هذه هي الأسماء والحروف. هذه هي الأسماء والحروف والأفعال. عندنا في السؤال اللي بعده اقرأ الفقرة التالية ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. حطت العصافير الثلاثة ونظرت إلى غرفة مها. صاح العصفور الأول: السرير فارغ والنافذة مفتوحة. غردت مها الغرفة. طار العصفور الثاني يبحث عنها، وفجأة صاح: انظروا مها تصعد الحافلة، وكنا نظن أنها في إجازة. أضع خطا مائلا عند نهاية كل جملة. طبعا هنا يقوم الطالب بوضع خط مائل في نهاية كل جملة، هنا وأيضا هنا وهنا وهنا وأيضا هنا وهنا وهنا. عندنا في السؤال اللي بعده ننتقل في السؤال اللي يليه. أصنف الجمل وفق الجدول، جملة اسمية وجملة فعلية. فمثلا احنا عندنا هنا نذكر بعض الجمل. مثلا الجملة الاسمية: السرير فارغ. الجملة الفعلية مثلا: حطت العصافير الثلاثة. وأيضا جمل فعلية: نظرت إلى غرفة مها. أيضا جملة غيرها: صاح العصفور الأول. وأيضا جملة أخرى: طارت العصافير. والآن ننتقل للصفحة التي تليها وهي هذه الصفحة. في السؤال الأول في السؤال السابع ضع صح أمام الجملة المفيدة وعلامة خطأ أمام الجملة غير المفيدة. عندنا ردت العصافير هي جملة مفيدة، على الحافة هي جملة غير مفيدة، حارت العصافير الثلاثة هي جملة مفيدة، البنت الصغيرة نائمة هي جملة مفيدة، من أغاريدة هي جملة غير مفيدة.
في السؤال الثامن أكمل بكلمات مناسبة لأحصل على جملة مفيدة. مها جميلة، ضحكت العصافير، أشرقت الشمس، البنت المؤدبة. هذه هي إجابات الصفحة 20 أي السؤال السابع والثامن. والآن ننتقل للسؤال التاسع. ننتقل للسؤال التاسع. يقول السؤال التاسع: أقرأ ما يلي ثم أملأ الجدول. ضحكت مها وقالت للعصافير: أنا في إجازة وفي العطلة لا أذهب إلى المدرسة. تبادلت العصافير نظرات الدهشة وخجلت لأنها أخطأت، فغنت لمها أجمل ما تحفظ من أغاريدة. عندنا كلمات تنتهي بالتاء المربوطة، عندنا عطلة، أيضا المدرسة، عندنا كلمات تنتهي بتاء المفتوحة، عندنا قالت وضحكت، عندنا كلمات تنتهي بهمزة الوصل، عندنا العطلة والعصافير، عندنا كلمات تبدأ بهمزة قطع، عندنا أجمل وأغاريد. هذا هو السؤال التاسع. والآن ننتقل للسؤال رقم 10. في السؤال رقم 10 أقرأ الحوار الذي دار بين مها والعصافير واستخرج جملا تحتوي على علامة الترقيم الآتية: فاصلة ونقطة وعلامة استفهام وعلامة تعجب، واكتبها. فمثلا نحن لدينا نكتب بعض الجمل: يجب أن تستيقظ وإلا تأخرت. هنا نقطة. نحن لا نحبك، قالت مها مدهوشة. لماذا؟ هنا علامة استفهام. قد حان وقت ذهابها إلى مدرستها. هنا علامة التعجب. طبعا هنا يكتب الطالب ما يملى عليه، تقوم المعلمة بالإملاء للطلاب أو تملئ الطلاب، والطلاب يكتبوا هنا الإملاء. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وبإذن الله سوف ننتقل للدرس الثاني، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع، وأيضا أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وأيضا عمل لايك لهذا الفيديو. وشكرا لكم، وإلى اللقاء بإذن الله.